ربع ساعة 20 دقيقة. أنت ربع ساعة وخالد؟ اشرب إيه نفسه. وصالح؟ نفسه. وين هالزاعة راح يا شباب؟ الزاعة تروح المسبح. تروح المسبح. طيب إذا ما احنا اتفقنا الفكرة مش إنك تكون سريع في التركيب. الفكرة إنك تركب في وقت قياسي بدون أخطاء. هاي هي هاي هي. خد وقت. انت ليه عندك 120 دقيقة؟ 120 دقيقة يعني ساعتين كافيين جدا انك تعمل فيهم كل شيء. زين؟ يلا 3 2 1 ابدا. يلا بسم الله وركب.